مسألة غلق العينين في الصلاة خشية أن ينظر الناس وخشية أن يدخل له شيء من الرياء، المسألة ليس فيها أثر، بل كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان ينظر إلى موضع سجوده، كان ينظر إلى موضع سجوده. طب وانت دخلك ايه بالناس ليه؟ ما انت تصلي وما لكش دعوه بالناس، بل بالعكس انت ممكن لو غمضت عينيك ربما يكون ذلك ادعى الى ماذا؟ الى الرياء. يعني انت لو غمضت عينيك وانت بتصلي لا ربما يكون ذلك ادعى الى الرياء. خليك طبيعي، خليك عادي، ما تحاولش تتكلف. قال الله: وما انا من المتكلفين. والإنسان عندما يركز بيحدث له بالإصطلاح الصوفي ما يسمى بالفناء. الفناء ده يعني إيه؟ ما بيحسش باللي حواليه. ما تبرقش كده. أنت عمرك في حياتك ما لعبت كورة ورجلك اتعورت في اللعب؟ كتير، لا سيما لما بتلعب بقى في الحارة والكورة الشراب اللي عاملها من الشباشب وتنقعها في الجاز وتحطها في شراب قديم وتقعد تخيط عليها، تحط عليها الجلة، بتلعب أو تيجي تشوط الكورة تقوم شايط الأرض، صابعيك الاتنين. ما أنت بتلعب حافي، حافي أنت بتلعب حافي، بتشوط الكورة قمت شايط الأرض، ظفرك الكبير ده طار. إيه اللي بيحصل؟ بتكمل الماتش ما بتشعرش بيه. وبتعمل ايه؟ تجيب شوية تراب او سباخ بتاع فرن وتحطه على البتاع، وحتة قماشة قديمة، حتة قماشة قديمة في الشارع، ثم رابط عليها رجلك وتجري باصي على وبتاع وتجري ولا اي حاجة، لا تشعر بالألم. صح؟ يخلص الماتش من هنا وتقوم قاعد في الأرض، يشتلوك مربع ويودوك على الدار. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان عند اللاعب حدث لك فناء، فناء. هذا هو كذلك المصلي، لابد ان يحدث له نوع من التركيز، يركز شويه في الصلاه. لما يركز في الصلاه لن ينتبه لنظرات الناس او لكلام الناس. ده امر موجود، ويا ريت ان احنا نتواصل فيما بيننا على تطبيقه ان شاء الله.